بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح محاضرة الديموغرافي من أول السلايد 22، ولو الدكتورة طلبت مننا إن احنا ملزمين بالجزء الأول فنبقى إن شاء الله ننزلها فيديو تاني. هنتكلم أول حاجة على الديموغرافيك سايكل. هو أصلا هو إيه الديموغرافي ده؟ هو اللي هو توزيع السكان يعني. فبشوف بقى إن توزيع السكان ده بيبقى موجود في دايرة كده معينة. الدايرة دي بتتكون من كام؟ بتتكون من 5 ستيج. السايكل ده بيتكون من 5 ستيج، اللي هو الهاي ستيشنري، ايرلي اكسباندنج، ليت اكسباندنج، لو ستيشنري، وديكلايننج. طب ايه تعريف كل واحده؟ اول حاجه الهاي ستيشنري معناها ايه؟ معناها ان معدل المواليد عالي، معدل الوفيات عالي. طيب معدل المواليد عالي، معدل الوفيات عالي. طيب لو احنا بقى جبنا الطرح ما بينهم، هتلاقي ان الـ ان الـ ان الزياده في السكان، ان الزياده يعني بقت ايه؟ ان هي الزياده دي ثابته دايما، ان المواليد عالي ودايما الوفيات قليل، الوفيات عالي، فبالتالي عندي بتديني نسبه ثابته. بس النسبه الثابته دي بتبقى بتديني كلمه ستيشنري، نسبه ثابته ولكن بعلو يعني بزياده. دي تفسير كلمه هاي ستيشنري. طيب الايرلي اكسباندنج، ايرلي اكسباندنج معناها ان معدل المواليد كان عالي زي ما هو، ولكن معدل الوفيات بدا يبقى قليل. طيب معدل المواليد عالي ومعدل الوفيات بدا قليل، يبقى قليل، يبقى ايه اللي هيحصل هنا؟ هيحصل زياده في السكان بسيطه، زياده كده بسيطه ايرلي، اللي هي اسمها ايرلي اكسباندنج. طيب تالت حاجه اللي هو تالت ستيج ليت اكسباندنج، هنا معناه ايه؟ معناه ان البيرث بدا، معدل المواليد كان قليل. الليت اكسباندنج معناها ايه؟ معناها ان معدل المواليد بدا يبقى قليل ومعدل الوفيات قليل هو كمان، ولكن تناه المعدل المواليد اكبر شويه من معدل الوفيات، فبالتالي هنا بتديني برضو زياده في البوبيليشن، زياده في الجروس يعني زياده في النمو. طيب بعد كده المرحله اللي هي الرابعه اللي هي الفورث ستيج، اللي هي اللو ستيشنري. اللو ستيشنري يعني ايه؟ يعني ان معدل المواليد ومعدل الوفيات اتنين قليلين بنفس النسبه، فبالتالي بتديني ثبات اللي هو ستيشنري. ده معناه ان هو الحجم بتاع البوبيليشن تناه ثابت ولكن بطريقه لو، اللي هو بقليل يعني. طيب اخر حاجه اللي هو الديكلايننج، الديكلايننج ده يعني معدل المواليد بدا يبقى قليل عن معدل الوفيات، فايه بقى؟ فاداني هنا معناها ان الجروس بتاع السكان بدا يبقى قليل خالص، بدا عندي في زياده نقص ملحوظ يعني في نقص بتاع السكان ده. طيب هو اصلا هيتكلم في السلايد اللي بعدها، يعني عن الكلام اللي قلته ده بالتفصيل، بس انا قلت حبيت اشرح الموضوع في الاول كده يعني. طيب هنا بيقول اهو، دي نفس السلايد اللي فاتت بالظبط اهو. الديموغرافيك سايكل دي بتتكون من خمسة ستيج، اللي هو الهاي ستيشنري، ايرلي اكسباندنج، ليت اكسباندنج، لو ستيشنري، وديكلايننج. تمام. بعد كده هنا بقى قال لي اهو، تعالى بقى الحته اللي هي الجزئيه دي كده، قال لي الجزئيه هنا بيقول الهاي ستيشنري مالها؟ معناها ان في عندي نوت زياده في المواليد وزياده في الوفيات، فطالما ده زايد وده زايد، لو عملت ان طرحتهم من بعض هتلاقي مفيش تغير في الابه في حجم السكان، يعني دي كلمه، دي تفسير كلمه ستيشنري. وهي ديت يعني تنها بقى زايد يعني بقى عالي، بقى بان عدد المواليد كتير، فبدا الموضوع عندي يبان ان هو الزياده بقت عاليه يعني بس ثابته. تمام. بعد كده عندي اللي اكسباندنج، هنا البيرث ريت بتاعي تنها هنا هاي زي ما هو، ولكن الديس ريت بدا يبقى قليل. طيب الليت اكسباندنج، لا هنا بقى بيقول ايه؟ بيقول ان بدا عندي هنا ان البيرث ريت معدل المواليد قليل ومعدل الوفيات قليل، ولكن مازال ان معدل المواليد اكبر بسيط، يعني اكبر حبه بسيطه من ايه بقى؟ من معدل الوفيات. تمام. اللو ستيشنري، لا الاثنين قليلين بنفس النسبه، فبالتالي بنفس النسبه يبقى هتديني ثبات في الجروث، بس بطريقه ايه؟ بس بطريقه قليله، اللي هي لو ستيشنري. طيب بعد كده الديكلايننج، ديكلايننج يعني ايه؟ بقى عندي المعدل المواليد اقل من معدل الوفيات، فبالتالي بقى في عندي نقص ملحوظ في الجروس بتاع السكان ده. تمام. بعد كده اهوت، هنا الكلام بيقول برضو نفس الكلام، هيكررها تاني. بيقول لي اول حاجه هنا الهاي ستيشنري، عندي الهاي ستيشن هو هاي عالي، البيرث ريت والديث ريت برضو عالي. هنا الايرلي اكسباندنج ما تغيرش يعني تنها عالي زي ما هو، والبدا هنا المعدل الوفيات يقل. عندك الليت اكسباندنج هنا لا، بدا عندي يقل معدل المواليد ويقل معدل الوفيات، ولكن مازال المواليد اكبر شويه من معدل الوفيات. لو ستيشنري، لا الاثنين قليلين بنفس النسبه، الاثنين قليلين بنفس النسبه. بعد كده الديكلايننج هنا ايه؟ بدا عندي هنا معدل المواليد بقى كمان اقل من مين؟ من معدل الوفيات. تمام. هنا بقى اتكلمنا عنها بطريقه نظري يعني، كل الكلام قلته ده بيعيده تاني. قال لي هنا الهاي ستيشن هو الفيرست ستيج، قال لي الستيج دي بتكاركترايز باي هاي بيرث ريت وهاي ديث ريت، الاثنين عاليين، الاثنين هنا عاليين اهو، البيرث عالي والديث عالي، الاثنين عاليين. طيب وبالتالي بقى الاثنين عاليين مش هيديلي اي تغير في حجم السكان ده. اديني مثال زي مثلا الهند،
كانت وصلت للمرحله بتاعه الفريس ستيج دي او الهاي ستيشنري سنه 1920. طيب الالي اكسباندنج اللي هو السكند ستيج قال هنا الديث بقى اللي هو معدل الوفيات بدا يقل ومعدل المواليد تنى عالي زي ما هو بقى عالي ناقص قليل اللي هو معدل المواليد عالي ومعدل الوفيات بدا يبقى قليل يبقى بالتالي عندي نهوت في زياده في السكان. تمام بعد كده قال لي هنا الليت اكسباندنج دي الثيرد ستيج قال لي هنا ذا بيرث ستيت بيجن تو ديكلاين هنا بدا معدل المواليد ان هو يقل معدل الوفيات بدا يقل ولكن ان معدل المواليد تنى برضو حاجة بسيطة كده عالي عن شوية عن مين عن الدث فهنا برضو ادالي زيادة برضو في الايه في السكان. طيب بعد كده اللو ستيشنري اللي هو الفورث ستيج اللي هنا بدأ عندي ان معدل المواليد قليل معدل الوفيات قليل بنفس النسبة فبالتالي ادالي ستابيليتي اللي هو اداني ثبات في المين ثبات في السكان ده. تمام بعد كده الديكلايننج لا انا عندي هنا بدا ان معدل المواليد بقى قليل كمان عن مين قليل عن معدل الوفيات فكده بدا عندي البوبيليشن بدا يقل اللي هو الجروث بتاع البوبيليشن بدا يبقى قليل. تمام بعد كده بقى هتكلم كده انا كنت بتكلم على الديموغرافيك سايكل هي دي بس كده المطلوب مننا فيها. هنخش على الجزء الثاني من المحاضره اللي هو عباره عن البوبيليشن بايراميد. هو ايه البوبيليشن بايراميد ده وازاي نقراه نعرف نقراه وايه اشكاله وايه اهميه البوبوليشن بايراميد ده هنناقش الكلام ده كله في السلايدات الجايه دي. تمام اول حاجه عندي بصي انا اول حاجه هشرح على الدايجرام ده وبعد كده ابدا ايه ابدا ارجع اقرا الكلام ده. طيب اول حاجه قال لي ايه هو البوبوليشن بايراميد ده والله هو عباره عن شكل بيوضح لي توزيع السكان ماشي ازاي. ممكن مثلا الدايجرام ده يوضح توزيع سكان مثلا في العالم توزيع سكان مثلا في قريه معينه توزيع السكان مثلا في بلد في دوله كده يعني. طيب دي اول حاجه فانت عشان تقري البوبيليشن بايراميد اول حاجه لازم تبص عليها التايتل اللي هو العنوان بتاع البايراميد ده العنوان بتاعه يعني ايه يعني دوله مين هنا مكتوبها دوله انديا اللي هو الهند سنه كام دي سنه 2000 يبقى اول حاجه ابص عليها هنا ابص عليها اول حاجه اللي هو التايتل بتاع مين بتاع البوبليشن بايراميد ده لقيته ان هو في الهند سنه 2000 ده توزيع السكان في الهند في سنه 2000. تمام طب هرسم البايراميد ازاي اول حاجه ان هو عندي اللي هو الافقي والراسي الافق ده عليه ايه الافق ده عليه عدد السكان يا اما ممكن اعمل عدد السكان بارقام يعني مثلا مليون مليونين كده يعني او اعمله كهيئه نسبه هنا موجود ايه هنا موجود كهيئه نسبه اللي هو من 0 ل 10 ل 20 30 40 50 60 كده يعني. تمام وهرسم بقى على الخط الرأسي هرسم اللي هو الاعمار من اول ما الشخص يتولد لحد مثلا الاولد ايج اللي هي حد كام هنا لحد 80 سنه. تمام طيب هرسم بقى هنا كمان ايه هقوم جاي على جانبي على جانب البيراميد ده على جانب الهرم ده هبدا اكتب هنا الفيميل ناحيه اليمين والميل ناحيه الشمال وعشان يعني نسكمها وكده اعرفوا ان الميل دايما عينيه زايغه وكده فهو ناحيه الشمال والفيميل كويسه وطيبه وكده يعني فهي ناحيه اليمين عذرا لاي ميل يعني بيسمعنا. طيب ماشي المهم يعني هنا خلاص بقى انا عملت هنا الاعمار وهنا الايه وهنا التوزيع البوبيليشن وانا بقسم هنا الاعمار ببدا اكتب ما هوت الفئه من هو اليانج ايج اليانج ايج دي لحد سنه سن كام من صفر اللي هو لحد من اول ما يتولد يعني لحد سن ال 15 ده بنعتبره هنا يانج ايج اهو مكتوبه هنا يانج ديبندنس. طيب الفئه المنتجه اللي هي الشباب وكده يعني دي من 15 لحد كام من 15 لحد كام من 15 لحد 59 لحد هنا اهو. طيب والاولد بيبل الاولد بيبل لحد سن ال 80 تمام ده كده التقسيمه بتاعه البيراميد بتاعي. هبدا مثلا اشوف لو هنا اهوت طبعا هنا بحط نسب هنا بحط النسب زي ما انا قايله. طيب هنا لو بصينا على الشكل ده هتلاقي في عندنا اليانج ديبندنت دي او اليانج بيبل الاطفال يعني هتلاقيهم ان اهوت واخدين البيز بتاعه البيراميد اكتر والاولد بيبل واخدين مين واخدين الابيكس اللي هي فوق ده. طيب لو انا لاحظت برضو هتلاقي عندك ان البرث هنا هتلاقي هنا واخد بورشن كبير يعني اهوت واخد النسبه كانت كام لكام من الفيميل واخده لحد 70 حوالي 60% ولا حاجه والميل واخد برضو حوالي 60%. تمام بالتالي كده بقى هنا معناه ان لو بصيت للمثلث ده يبقى هنا هتلاقيه اول حاجه هنا البيرث واخد لارج بروبورشن والاولد واخد هنا الاولد يعني معناه هنا هو عددهم قليل الاولد بيبول معناها في الشكل كده معناه عددهم قليل. طب عددهم قليل يعني ايه عددهم قليل معناه ان معدل الوفيات عالي.
طيب لو انا مثلا رسمته بقى كده، يعني ده مثلا كان البيز مثلا، انا كنت بقول ايه دلوقتي، كنت بقول لو بصيت فوق عند الاولد بيبل هم عند سن 80 كده هتلاقيه قليل، اللي هو واخد يعني. بصي لو احنا اعتبرناه مثلا عامل زي الايبكس عامل كده مثلا، معناها ايه؟ معناها ان عدد الناس الكبار قليلين. طب عدد الناس الكبار قليلين يبقى معناها ايه؟ معناها ان الديس ريت معدل الوفيات عالي. طيب لو لقيت بقى مثلا هنا ان الديس هنا لا هنا الهرم كان ماشي مثلا، الهرم ما عامل كده مثلا، لو اصلا هنقول انواع بعد شويه، لقيت مثلا هنا الاولد بيبل واخد البورشن ده، معناه ايه؟ معناها ان عدد الناس الكبار كتير وبالتالي معدل الوفيات قليل. دي بقى حاجات مبدئيه كده الاول، تمام. طب تعالى بقى نقرا الكلام هنا موجود ايه. بقول هنا اول حاجه ان البوبيوليشن بايراميد ده بيوضح لي الايدج والسكس بايراميد، اللي هو العلاقه بين الايدج والسكس، اللي هو العلاقه بين الايدج والسكس والبوبيوليشن، يعني بيديني هو عدد السكان والايدج والسكس بتاعهم. طيب هي عباره عن جرافيكال الستريشن، يعني هي عباره عن رسم توضيحي بيوضح لي توزيع السكان، تمام. قال ان هو يا اما تبقى موجوده مثلا في كونتري، يا اما في دوله، يا اما في ريجن اوف ذا وورلد، يا اما في منطقه حوالين العالم. عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا بكتب بعمل على البايراميد ده الايدج عمرهم والسكس بتاعهم هم ميل ولا في ميل. طيب فبتديني شكل البايراميد، البوبيليشن يعني التوزيع بتاع السكان والجروث بتاعه والنمو بتاع البوبيليشن ده بيديني شكل مين؟ شكل الهرم، تمام. قالك الميلز قالك بنحطهم على الليفت والفيميل بنحطهم على الرايت، تمام. بعد كده ببدأ عندي هنا أبدأ أعمل أحط هنا هو تعالى اللي هو على المحور الأفقي، أحط الأبسوليوت نمبر، يا إما أحط نمبر عدد السكان، أو أحط البرسنتج اللي هو نسبتهم، نسبة التوتال بوبيليشن، تمام. ذا بايراميد كان بيوز تو فيجواليز ذا ايدج اوف بارتيكولار بوبيليشن. البايراميد ده بيوضح لي أعمار السكان زي ما أنا قايلة، اللي هو اليونج بيبول، الوركينج أو البرودكتيفيتي والأولد، تمام. قال لي كمان بستخدمه في الايكولوجي تو ديترماين ذا اوفر اول ايج اوف ذس ايج ديستريبيوشن اوف البوبيوليشن، دي بتديني برضو توزيع السكان يعني والحاجات دي كلها. قال لي كمان انديكيشن اوف ذا ريبرودكتيف، بتديني مثلا توضيح كده للفئه المنتجه في البلد المعينه دي، هل هي عاليه قليله عامله ازاي يعني. دي برضو بتديني مرايه لقد ايه مثلا البلد دي مثلا متطوره وناسها شغالين والكلام ده كله، على حسب برضو البرودكتيفيتي بتاعتها. طيب قال لي النمبر اوف بيبول، قال لي بقى في حاجه اسمها البوبيليشن دنسيتي. وايه البوبيليشن دنسيتي؟ دي هي كثافه السكان، كثافه السكان دي هي عدد الناس اللي عايشه في ايه بقى، في وحده من الارض، هي تعريفها كده نمبر اوف بيبول بير يونت اريا اوف ذا لاند، دي اسمها البوبيليشن دنسيتي، تمام. بعد كده هخش بقى حاجه اسمها ايه هو البوبيليشن بايراميد، اديني بقى برضه تعريف تاني ليها. قال لي عباره عن دايجرام بيديني معلومات عن البروبورشن اوف، بتديني معلومات عن قد ايه كميه مثلا الميل للفيميل، وتديني مثلا نسبه ما بينهم، تديني قد ايه مثلا من الناس الكبار، قد ايه من الناس الصغيرين، ميل وفيميل، تمام. قال لي كمان اهوت اقسمها لي لثلاثه، يانج بيبول من حد من اول ما يتولد لحد سن 14 سنه، الوركينج بيبول او عمر الناس المنتجه اللي بيعملوا برودكتيف يعني، دي من 15 ل 59، والاولد بيبول اللي هم 60 فما فوق، تمام. وده الدايجرام اللي وضحت عليه الكلام ده. طيب قال بقى ازاي احنا هنقرا البوبيليشن بايراميد ده؟ اول حاجه هنقرا العنوان، نقرا العنوان زي ما انا قايله دلوقتي، اشوف مثلا هل هو البايراميد ده بيوضح لي توزيع السكان مثلا في مصر، في الهند، في حوالين العالم، في اليونايتد ستيت، فين بالظبط. تاني حاجه هعمل كومنت على الشيب بتاعه، هشوف الشكل بتاعه. انا هتكلم دلوقتي في السلايد اللي بعده ايه اشكاله اللي ممكن نشوفها. بعد كده تالت حاجه هتكلم على البروبورشن بتاعه البيبل، هشوف مثلا مين اكتر فئه واخده نسبه عاليه، مثلا هل هم البيرث ولا اليانج ولا الاولد بيبل ولا ايه. يعني هنا مثلا البروبورشن او اللي واخد نسبه كبيره هما مين؟ هما اليانج. ممكن هتلاقي بعد كده في دايجرامات تانية لا الوركينج هتلاقيهم هما اللي اعلى شويه كده يعني. فبعد كده اخش بقى على الايه بقى، قالك بعد كده اكتب السكس ريشيو. يعني ايه اكتب السكس ريشيو؟ يعني اشوف مثلا نسبه الميل للفيميل. يعني هنا مثلا اهو لو بصيت هنا هتلاقيه نفس النسبه، بيزيدهم ويعلوهم ويقلهم بنفس النسبه، فبالتالي بتلاقيه بالانسد، يعني هو البايراميد ده متوازن، يعني الميل قد الفيميل بنفس النسبه، تمام. بعد كده اعمل انتربريت داتا، وبعد كده اكتب الداتا بقى. طيب قال لي بقى ان هو التايبس اوف الايه، انواع البوبيليشن بايراميد. قال لي يا اما يبقى تراينجولار شيب، يبقى عامل زي كده بالظبط، يا اما يبقى بيهيفي شيب. ده بايراميد بيهيفي شيب ديت يعني اللي هو خليه نحل العسل، اللي هو عامل كده، يعني يبقى عامل ازاي؟ يعني لو احنا بصينا دي خليه نحل العسل، لو رسمتها بقى كده هتلاقي مثلا ان هو كده اللي هو يعني عامل كده يعني،
لو بصيت رسمته هتلاقي هنا مثلا ان دول الاولد بيبل، دول اليانج مثلا، ودول البيرث، فبتديني شكل حديقه خليه نحل عسل، هي البيهيفي شيبد بايراميد. تمام، ريكتانجلر شيبد بايراميد اللي هو شكل المستطيل، اللي هو تلاقي مثلا ده البيرث وده هنا الـ الناس اليانج وهنا الاولد، فبتديني شكل الايه ريكتانجلر شيب. طب قال لي بقى شكل بيراميد ده مين اللي بيتحكم فيه؟ بيتحكم فيه عدد المواليد وعدد الوفيات، زي ما انا قايله عدد المواليد اللي هم دول وعدد الوفيات اللي هم دول، فدي بتديني شكل البيراميد عامل ازاي. اهو دي بتديني اصلا العمود بتاع البيراميد ده. طيب المايجريشن برضو الناس اللي بتهاجر، فبتديني برضو شكل للحاجه دي. الناس المهاجره مثلا ممكن يقللوا من معدل الناس اللي بتهاجر، فلو في مثلا ناس صغيره وادلت ولما ينج ايج يعني، او اللي هم الناس الوركينج والبرودكتيفيتي رايحين مثلا بيسافروا من بلد معينه، بالتالي هنا بيأثرهم على البيراميد بتاعه وعلى شكله، فالحاجات دي كلها بتأثر. طيب اهو ده شكل الترانجولار شيب. الترانجولار شيب ده اهو واخد شكل المثلث. قال لك هنا برود بيز، يعني البيز بتاعه البيز ده هو واسع اللي هو بتاع البيرث، دي اسمها ترانجولار شيب بيراميد او البري او البرود بيز بيراميد. طيب هنا بقى قال لي طب تعالي بقى اعملي كومنت على مين، نعمل كومنت على البيراميد ده اهوت. زي ما احنا قايلين اول حاجه نقولها نشوف دوله مين اللي عاملين عليها البيراميد ده، اللي هو اللي بنعمل فيها توزيع سكان، اللي هي الهند. سنه كام؟ سنه 2000. طيب دي اول معلومه المفروض اقولها. تاني حاجه اقول الشيب بتاعه، الشيب بتاعه عامل ازاي، شكله تريانجولار في الشيب اللي هو البرود بيز، البيز بتاعه برود واسع. تمام، فبتلاقي هنا هو هاي بيرث ريت. بصيت هنا لو بصيت هنا هتلاقي فيه هنا هاي بيرث ريت، تلاقي عندي ان عدد المواليد بقى عالي هنا قوي. وبصيت هنا للاولد بيبل هتلاقي هنا نارو توب، التوب بتاعه او الايبكس بتاع المثلث ده او الهرم ده، فبتلاقيه ضيق. معناه ضيق معناه ايه؟ معناها ان عدد الناس الكبار قليل، وبالتالي عدد الوفيات عالي. يبقى هي دي بقى الكومنت اللي بتكلم عنه. تمام، طب ايه البروبورشن؟ مين الناس اللي واخد فئه اكبر، اللي هم الناس البيرث او اليانج ايج. تمام، بعد كده هقول بقى السكس ريشيو، هل هو مثلا النسبه ما بين النسبه ما بين الميل والفيميل في التوزيع عامل ازاي، فتلاقينا هو البالانسد اهو متقد بعضه، اسمها بالانسد بيراميد او البالانس سكس ريشيو. تمام، طيب بعد كده هخش على البيهيفي شيبد بيراميد، اهو انا كنت زمان قايله دي خليتي النحل اللي قصدي عليه عامله كده، او الاسم التاني ليها الروكت شيب، اللي هي عامله زي كره الروكت دي بتبقى عامله كده، دي كره الروكت. تمام، فالمهم بقى بيقول لي اول حاجه هعملها طبعا هبص على الايه، على التايتل، العنوان بقى بيتكلم عن ايه هنا، اللي هو بيديني التوزيع بتاع السنغابور في سنه 2000. تمام، ده شكل البيراميد عامل ازاي، شكله عامل اللي هو البيهيفي شيبد بيراميد او الروكت شيب. طب لو بصيت بقى هنا، هل هنا البيز بتاعه مقارنه بده نارو ولا عامل ازاي؟ لا هو ضيق لان هو مش اكبر مش اوسع حاجه، فبالتالي بقول عليها نارو بيز. طيب نارو بيز هنا، يبقى بالتالي هنا معدل المواليد قليل. ماشي، فطبعا طبعا معدل المواليد قليل، يبقى اكيد هنا ان النمو بتاع السكان قليل، لان دي بتعتمد على مين، بتعتمد على الناس اللي بتتولد اكتر من الناس اللي بتتوفى، يعني هي طبعا في علاقه ما بينهم، بس طبعا الناس اللي بتتولد بنعرف ساعتها هم هل الدوله ديت بتولد بتخلف كتير ولا بتخلفش، من خلال ايه؟ من خلال اللي هو معدل المواليد. تمام، مين واخد لارج بروبورشن، مين اللي واخد الفئه الاكبر، اللي هما الناس البرودكتيفيتي او الوركينج، اللي هما من سن كام لكام، من 15 ل 59 سنه. تمام، طب السكس ريشيو هنا لو بصيت على السكس ريشيو، لو بصيت هنا على السكس ريشيو عامل ازاي، اهو هنا الفيميل وهنا الميل، لو لقيت اهو عندي نفس النسبه في الاثنين اهو. تمام، ده بقى الشكل الثالث هو ريكتانجلر شيب بايراميد. هو يعني اعتبره ايه، هو اعتبره شكل ريكتانجلر كده يعني، بما انه واسع يعني وكده، فمش هو قريب، ايوه هو قريب من البيهيفي شيبد شويه، بس هو ايه واسع شويه واخد شكل المستطيل اكتر. فلو حبيت اعمل كومنت بقى عليه، هو طبعا ما اداليش كومنت بس هتكلم عنه دلوقتي، قال ان هو مثلا اللي هو النيدرلاند دي البلد وسنه 2000. لو بصيت من هنا اللارج بروبورشن اللي هم اليانج، الناس اللي قصدي الوركينج، اللي هو مثلا من سنه 15 59. تمام، طب هنا بقى هتلاقي برضو هتلاقي هنا بقى لو بيرث ريت، فبالتالي هنا الى الناس اللي عدد المواليد قليل، وبالتالي هيبقى عندي نقص في اللوبيرث ويت، وبالتالي في عندنا سلو جروث اللي هو نمو بطيء جدا في عدد السكان. هنا برضو لو بصيت على السكس ريشيو هتلاقيه برضو ان هو بنفس النسبه، يبقى هنا بالانسد. تمام،